جريندو كرة ما كتوصلش للخالف، كيبعدوا اللاعبين الجزائريين كما اتفق. هذا خطأ ديال فهمي، تدخل الدزيري وجها لوجه مع الحارس، فرصة خطيرة هذه وهدف. هذا خطأ كبير ديال اللاعب فهمي اللي استغلوا الدزيري وكيسجل الهدف الأول. خطأ فادح. شي وقت المراوغة هذا. لاعب الدزيري طبعا بالتجربة ديالو بالخبرة ديالو ما يمكنش يضيع فرصة كهذه. هدف لصف مهمة ديال فريق الرجاء البيضاوي زاد صعوبة. هدف ضد مجرى اللاعب. الحارس الخروج ديالو ما كانش موفق. لأن هذا أمامكم بلال الدزيري عميد الفريق اللي كيسجل الهدف الأول لفريق اتحاد العاصمة. هذا غيزيد إلا يصعب المأمورية ديال فريق الرجاء البيضاوي، لأن اللاعبين الجزائريين كانوا يدافعوا باستبسال على نتيجة التعادل، فبأحراك نتيجة الفوز يفرض على فريق الرجاء البيضاوي أنه يغامر أكثر نحو الهجوم، وبالتالي ربما تعطى الفرص أكثر لفريق اتحاد العاصمة للقيام بحملة مضادة. على أي المباراة مازال ما انتهتش، كل شيء ممكن بالعزيمة وبالإصرار ممكن تحقيق الفوز.